أنس. أي حبيبي. حبيبي أنا بقيت كويس، الحقنة ريحتني شوية، ممكن عشان خاطري تروح الحفلة عشان نادين؟ حفلة دي دلوقتي بكام عليها؟ لا طبعا مش هسيبك يا حبيبي. الدكتور قال ما فيش ولادة غير بعد 3-4 ساعات، هتكون رحت وجيت. ولو لا أفضل موجود برضو، يمكن تحتاجي حاجة. ما هي فريدة موجودة. معلش خليني أبقى معاكي عشان أطمن. أنا هطلع بس أعمل مكالمة لجلال حرب، أأجل الميعاد اللي معاه. أنس بيحبك قوي يا أمير. عارفة بس أنا مش عايزة يجي على نفسه قوي كده. أنتي مش عارفة نجوى بتعمل فيه إيه. خلاص سيبيه منه ليها، هو يعرف يتصرف معاها كويس. وبعدين ده ظرف ما بيحصلش كل يوم، مفروض الناس تقدر.